المدن كالإنسان، إذا أحببتها أعطتك أسرارها وأغلى غواليها، لا سيما مدن الطفولة حيث تختصر الذاكرة شوارعها وأزقتها وغاباتها وحدائقها، وحيثما سار المرء يحمل معه مدينته، ذكرى ذكرى، صورة صورة، هاجسا هاجسة، فهي تعايشه وتعيش في خلجاته حنينا لاعجا وشوقا لاهبا. المدائن جارة القمر بغداد، لها نكهتها وحلاوة طعامها وألفة ملامحها. حنانيك أيتها المدائن، فتحت ثراك رفات صحابي من السابقين الأولين إلى الإسلام. شوق، ابتهال وهداية، رحلة من بلاد فارس إلى الحجاز، شهد بدرا. الجنة تشتاق إليه وإلى أبي ذر وإلى عمار وإلى المقداد. قال رسول البشرية عنه: لو كان الدين عند الثريا لنا له سلمان. لا تغلطن في سلمان، فإن الله تبارك وتعالى أمرني، هكذا قيل عن رسول الله، أن أطلعه على علم البلايا والمنايا والأنساب وفصل الخطاب. ضيفك يا مدائن أدرك العلم الأول والآخر، وهو بحر لا ينزف. وقد أخبر عن مصارع الشهداء في كربلاء وعن أمر الخوارج. إيه يا مدائن، لا تقولي هذا ضريح سلمان الفارسي، بل قولي سلمان المحمدي، فالرسول الكريم قالها: سلمان منا أهل البيت. أميرك يا مدائن، أتدرين من تولى دفنه والصلاة عليه وتجهيزه؟ الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وقد حضر إلى المدائن قادما من المدينة المنورة بعهد من رسول الله عليه الصلاة والسلام بوساطة المعجزة. إنها كرامات. أمير المدائن في المدائن على بعد كيلومترين من طاق كسرى. مقامه سمي باسم سلمان باك، أي سلمان الطاهر، وهو قريب من مشارف بغداد. قبره عليه قبة ومسجد، وفيه صحن كبير، وجاره قيل إنه الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان. للعلم ليس إلا، كان سلمان يرفض الإمارة ويقول: إن استطعت أن تأكل التراب ولا تكون أميراً على اثنين فافعل. سئل بعد أن أصبح أميراً على المدائن: ماذا يبغضك في الإمارة؟ فأجاب: حلاوة رضاعها ومرارة فطامها. أتدرون كيف كان يكسب قوته؟ كان يضفر الخوص ويجدله ويصنع منه أوعية، وقد كان يكسب من عمل يده 4,000 إلى 6,000 في العام، بيد أنه كان يوزعه كله، يشتري الخوص بدرهم ويبيعه ب3 دراهم، يبقي درهما لرأس المال وينفق درهما على عياله ويتصدق بالثالث. هذا هو سلمان الفارسي، سلمان المحمدي، التقي الزاهد الفطن الورع. أقام مع أبي الدرداء في دار واحدة، وكان أبو الدرداء يقوم الليل ويصوم النهار، وكان سلمان يرى مبالغته في هذا، وحاول أن يثنيه عن صومه هذا، فقال أبو الدرداء: أتمنعني أن أصوم لربي وأصلي له؟ فأجاب سلمان: إن لأهلك عليك حقا، صم وأفطر، صل ونم. فبلغ ذلك الرسول الكريم فقال: لقد أشبع سلمان علما. في خلافة عمر بن الخطاب جاء سلمان إلى المدينة زائرا، فجمع عمر الصحابة وقال لهم: هيا بنا نخرج لاستقبال سلمان عند مشارف المدينة. وكان علي بن أبي طالب يلقبه بلقمان الحكيم. سئل عنه بعد موته فقال: من لكم بمثل لقمان الحكيم؟ ذلك امرئ منا وإلينا،
أهل البيت. عندما كان أميراً على المدائن لقيه رجل من الشام ومعه حمل من التين والتمر، كان منهكاً، فحسب الأمير من عامة الناس فقال له ساعدني، فأجابه على الرحب والسعة. وعندما بلغا جماعة من الناس سلم عليهم سلمان فأجابوا وعلى الأمير السلام. فتساءل الشامي أي أمير يعنون به، ودهش عندما نهضوا ليأخذوا الحمل، عنك أيها الأمير. فعلم الشامي أنه أمير المدائن سلمان المحمدي، فأخذ يعتذر للأمير آسفاً، لكن الأمير أبى حتى أوصله إلى منزله. إيه يا زائري، كم وددت أن تحمل معك وأنت في مقامك هذا أمام رفاتي عنقوداً من العنب، لما له من معان كثيرة ودلالات وإرهاصات، مواقف للذكرى، لحظات لا تنسى يوم تقدمت بعنقود عنب وأنا في بستان في الطائف أنتظر لحظة رؤياي لسيد الخلق محمد الهادي الأمين. إيه يا أمير المدائن، مشيت على شوك القثاء من أصبهان بعد بحث وتقص عن الحقيقة، دنت بالمجوسية ولم تقتنع بها، رحلت إلى الشام، التقيت بالرهبان والقساوسة، كنت متعطشاً للحقيقة حتى وصلت للجزيرة العربية فالمدينة المنورة، والتقيت برسول الإنسانية وهادي البشرية محمد ابن عبد الله الذي أعتقك من الرق. إيه يا أمير المدائن، يكفيك ما قاله الرسول الكريم، الجنة تشتاق إليك يا علي وإلى عمار وسلمان وأبي ذر والمقداد.